بجوار المسجد النبوي الشريف يوجد معرض للقرآن الكريم، معرض يضم معظم المخطوطات القديمة للكتاب المقدس، وهو قبلة للزوار العرب والأجانب في موسم الحج. ضمن هذا الروبورتاج نتعرف عن هذا المعرض وخدماته التي يقدمها لزوار المدينة المنورة. هذا المتحف المبارك الذي يهتم ويعتني بالقرآن الكريم هو بجوار مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام. ما يفصلنا عن مسجده عليه الصلاة والسلام إلا خطوات يسيرة. تم افتتاح هذا المعرض المبارك قبل 4 سنوات بالتحديد، افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة. وفي الحقيقة الهدف من هذا المعرض المبارك هو تعريف الزائر بكتاب الله سبحانه وتعالى عبر هذه المحتويات والمقتنيات الحديثة، وعبر هذا المحتوى العلمي الدقيق. ونستهدف بهذا المتحف المبارك جميع زوار المدينة المنورة، سواء الذين يأتون فترة الحج والعمرة أو الذين يقصدون المدينة في أي وقت من أيام السنة، وأيضا طلاب المدارس وكل من تطأ قدماه هذه الأرض المباركة. نفتح له القلب قبل الباب فنقول أهلا وسهلا بكم في متحف القرآن الكريم بجوار مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام. ثم عن مقتنيات وقعت هذا المعرض المبارك، المعرض الحقيقة مقسم إلى أكثر من 12 قاعة، كل هذه القاعات تتحدث عن جانب من جوانب هذا القرآن الكريم، وسواء ما يهتم بالنزول القرآن الكريم أو في فضائل القرآن الكريم أو في المخطوطات القديمة والجهود التاريخية التي بذلت في خدمة القرآن الكريم. وهناك بعض المقتنيات الموجودة داخل هذا المعرض المبارك، منها ستارة الكعبة قبل 140 سنة موجودة في مقدمة هذا المعرض المبارك، وأيضا لدينا مقتنيات كثيرة من المخطوطات الأصلية الموجودة داخل هذا المعرض المبارك، منها بالخط المغربي وعلى جلد الغزال. وهناك أيضا نسخة من مصحف حديث، امرأة من باكستان قامت بحياكة القرآن الكريم كاملا عبر 10 مجلدات، كل مجلد من هذه المجلدات يحوي 3 أجزاء من القرآن الكريم. وإن سأل سائل عن هذه الإمكانيات والقدرات كيف نستقبل هؤلاء الزوار وهناك يعني عدد كبير بلغات شتى، حقيقة أن الله عز وجل أكرمنا في المدينة المنورة بالجامعة الإسلامية التي فيها عدد كبير من طلاب الجامعة بعدد كبير من اللغات أيضا، ونستطيع في هذا المعرض المبارك أن نغطي 10 لغات أساسية، ربما أيضا في موسم الحج والعمرة نزيد بعض اللغات حتى يعني نتمكن من إيصال هذا الخير العظيم لزوارنا الكرام الذين يزورون في هذا المعرض المبارك. هذا المعرض بجوار المسجد النبوي في المدينة المنورة يهدف إلى تعريف الناس بكتاب الله وتقريبهم إلى كتاب الله وبيان كيف حفظ القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي العصور بعد الصحابة وفي زمن الصحابة كيف حفظوا القرآن الكريم وكم بذلوا لهذا القرآن العظيم حتى نبذل نحن كذلك لهذا القرآن الكريم. وصراحة زيارة جميلة، عندي واحد انطباع جميل، يعني صراحة لما تنظر لهذا المعرض تشوف بعض المصاحف وتاريخ تدوين ديالها وكيف كتبت، هناك مصاحف قديمة ومصاحف جديدة، وكذلك بالنسبة لبعض التفاسير الجديدة على الشبكة العنكبوتية وأمور أخرى جيدة يعني تفيد القارئ لكتاب الله عز وجل. اللي جذبتني هو بعض المخطوطات القديمة للمصحف الكريم من دول مختلفة، وحتى المشرفين على هذا المعرض يعني اختاروا بعض المخطوطات القديمة اللي لما الإنسان ينظر لأول مرة يحس واحد الإحساس جميل صراحة. هنا الآن عندنا مصاحف تفاسير تقدم للزوار، مصاحف طباعة مجمع ملك فهد بالإضافة لمختلف التفاسير بمعظم اللغات، أيضا هناك تفاسير، أيضا في مصاحف كتب، في أيضا سجادات صلاة، بعض الهدايا صنع المدينة المنورة تقدم كلها للزوار بأسعار رمزية ومناسبة إن شاء الله.
تنساش تابونا في لاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.